السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما هي عقوبة المسجل الخطر المتهم بقتل الطالبة روان؟ 48 ساعة فقط استغرقتها قوات الأمن في كفر الشيخ لضبط المتهم بقتل الطالبة روان الحسيني لاعبة فريق كرة السرعة بنادي دسوق الرياضي، حيث استغل الظلام في محيط النادي بعد خروجها من التمرين واقتادها إلى أعلى سطح عمارة خالتها التي كانت في طريقها إليها وضرب الحائط برأسها، ثم استولى على قرطها الذهبي وهاتفها المحمول وتواصل مع والدتها هاتفيا عن طريق الموبايل الذي سرقه منها، وأخبرها أن جثة ابنتها على أعلى سطح العمارة. الدكتور عماد الفقي أستاذ القانون الجنائي بجامعة السادات شرح لهن العقوبة القانونية لقتل الطالبة الذي تبين أنه مسجل خطر، قائلا أنه حال إثبات الاتهامات يكون النص القانوني الذي يعاقب به هو نص المادة 234 من قانون العقوبات. وأوضح الفقي أن المادة 234 تنص على أن يعاقب فاعل جناية القتل العمد بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، أي أن العقوبة المقررة لهذه الواقعة الإعدام، فالقتل العمد سبقة جنائية خطف أول جريمة ارتكبها الخطف لأنها لم تذهب معهم بمزاجها، وهذا يشكل جناية خطف ويعقبها جريمة قتل، يا ساتر يا رب، ثم السرقة. لذلك يطبق مادة 234 الفقرة الثانية من قانون العقوبات. عقب تفريغ الكاميرات انطلقت قوة أمنية للبحث عن قاتل الطالبة روان الحسيني بعد تتبعها، وتبين أنه يدعى ألف ميم ميم مسجل خطر شقي مقيم بمدينة دسوق، واتهم في 17 سبأ بينها الإتجار بالمواد المخدرة والسرقة والبلطجة. وعند مواجهته بما أسفرت عن جهود فريق البحث اعترف تفصيليا بارتكابه الواقعة وأن الهدف منها كان السرقة وتحرر محضر بالواقع. لا حول الله يا رب، لا حول ولا قوة إلا بالله، يا رب والنبي يا رب تلطف بيني. الواحد حزن على البنت دي والله، ربنا يعافيكم يا جماعة جميعا وما تشوفها في حد في الوقت أبدا، ربنا يسترها معانا. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.